أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني كفاءات أردنية. كما عودناكم نستضيف نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن العزيز، وضيف حلقتي لهذا اليوم من شركة محمد مهدي العلبي وشريكه، رحبوا معي في المدير العام الذي أثبت همته وبراعته الأستاذ محمد مهدي العلبي. بداية يسعد مساك. مساك الخير أستاذ محمد مهدي. يمكن أعرف السادة المشاهدين أكثر، من هو رجل الأعمال محمد مهدي العلبي وبداية سيرة حياتك المهنية والعملية؟ نحن نصنع شنتات من زمان، يعني من زمن أيام جدي ووالدي وولادنا، نحن هلان بعدينا، والشركة قائمة باسم محمد مهدي العلبي ومحمد علي العلبي. نحن اثنين شركاء من زمان، من أيام الوالد، وهذا من فضل الله نحن مستمرين لحد هلا. ما شاء الله عليكم. طبعا انتوا احد وكلاء الوكالة الرسمية لشركة فيرتكس، وكالة فيرتكس. لو الان تحدثنا اكثر عن شركة محمد مهدي العلبي، عن آلية العمل التي لديكم. نحن بنصنع جميع انواع الشنتات، السفري والمدارسي، الهندباقات لرجال الاعمال، بهذه الانواع بجميعها يعني تقريبا. جميل، جميع كل انواع الشنتات. ما شاء الله عليكم. الان تحدثنا اكثر عن المواد الاوليه التي يتم استخدامها في صناعه الحقائب. هلا المواد الاوليه السابقه زمان كنا نصنع جلد طبيعي، طلع جلد الصناعي، وهلا جلد الصناعي ما شاء الله بنجيب النوعيه الجيده والنوعيه الممتازه والسحابات الجيده وظهر طبي، ميزات تريح الطالب براحته يحمل الشنتات. جميل. طبعا هذه احد المميزات الذي ميزت شركة محمد مهدي العلبي وشريكه عن باقي الشركات المنافسة، جودة الصناعة والتأسيسات وخدمات المواد الأولية في استخدام الصناعة. نعم. أستاذ محمد مهدي، الآن تحدثنا أكثر، كل إنسان له طموح، له نظرة مستقبلية، ما هو طموحك لشركة محمد مهدي العلبي وشريكه؟ والله طموحي لأولادنا استلموا وإن شاء الله تكبر الشركة أكثر وأكثر، وهذا فضل الله وفضل جلالتنا الملك عبد الله، وهذا الحمد لله يعني، وان شاء الله الله ييسر ان شاء الله تعالى. طبعا استاذ محمد مهدي، استاذ محمد مهدي، الان تكلمنا اكثر عن هذه الشركه، كيف ترى تطور هذا القطاع خاصه من اول ما انتم الوكلاء الرسميين لشركه ماركت فيرتكس؟ نعم. من ايام الجد والاب حتى لجيلكم وجيل ابنائكم، تطور قناة صناعة الحقائب، كيف ترى تطوره في الأردن؟ والله الحمد لله تطور فيرتكس كتير ممتاز، والناس بيطلبوها طلب. يعني أنا بلاحظ الأبهات والطلاب ولا ما بيشتري إلا شنتات فيرتكس، هذا دليل إنه فضل الله إنه ممتازة وقوية، وهن بيحكوا إنه بتقعد الشنطة 3 سنين، وهذا فضل الله أهم شيء. نعم. جميل. أنا تحدثنا أكثر عن تطور صناعة الحقائب في الأردن، كيف يتم استيرادها وتصديرها؟ نحن بنستورد المواد الخام من برا بجميع انواعها. جميل. وبنجمعها هون وبنصنعها، انا بصممها، بطالع الموديلات، بطالع كذا. وهذا الحكي من زمان الحمد لله، هوايتي وبحبها الصنعه هي. ما شاء الله. واللي بيحب الشيء بيقدر يبدع فيه. صحيح صحيح استاذ محمد مهدي. استاذ محمد، الان تحدثنا اكثر عن عدد الكوادر الموجوده بالشركه. عيد العامي هلا اقل من اول، كان عندنا عدد اكثر وكنا نصدر لعدة دول عربية. فضعف الاستيراد، يعني صرنا نستورد عوض من هي، نصنع ونستورد في آن واحد. جميل. الان تحدثنا اكثر عن مشاكل وتحديات معوقات اللي واجهتكم. والله التحديات اكثر شيء هي البضاعة اللي بتيجي من خارج البلد. هي اللي عم تضايقنا، ما بنخلينا نقدر، وبعدين عندنا الايدي عامة غالية، وعندنا يعني ضرائب عالية وتكلفنا يعني، والحمد لله ميسرة فضل الله. الحمد لله رب العالمين. أستاذ محمد مهدي، عندنا منظومة العيب خاصة في شبابنا وجيل الغد القادم اللي بيتخرجوا من الجامعات واللي ما حالفهم حظ بالجامعات، عيب عنده أنه يشتغل في مصنع أو يشتغل في نظام مصانع. أنت شو بتوجه لهم رسالة رغم أنه أنت علمت أولادك الجامعات وشغلتهم في المصنع عندك؟ شوف وجه رسالة لهم عبر منبر قناة جوسر. والله الشغل مو عيب لو شو ما كان. يعني أنا أولادي كلهم درسناهم جامعات، أولادي وأولاد أخي، وكنا بنشتغل بالمصنع، بيقعدوا على الماكينة عادي، ما عنده أي مشكلة. بس هي الصنعة فيها فن. يعني إذا ما تدرب هو صغير صعب يشتغل هو كبير. صح. هذه هي.
اما نشتغل اي شيء ممكن يشتغل الشاب ما في مشكله، بس ما بقدر ابدع مثل اذا كان زي ما ربينا اولادنا هو بالمدرسه عطل المدرسيه بقعد بيشتغل. فبتلاقي لك كل سنه في تطور، في كل سنه بتلاقي لك اياه عنده رغبه بالشغل ما انه يتضايق. وممكن يبدع ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. طبعا استاذ محمد مهدي، الاردن تنعم بنعمه الامن والامان، الاردن عباره عن حديقه داخل حريقه، اوضاع الدول حولنا اوضاع دول ملتهبه. نعمه الامن والامان ماذا تعني لك؟ ايه تعني كثير، هذا اهم شيء، اهم شيء للحياه للجميع مو بس لنا يعني لكل الناس، وهذا فضل الله يعني وفضل جلاله الملك عبد الله يعني قائمين بهذا المهمه، وهذه قد ما شكرناهم قليل. صحيح لله. صحيح أستاذ محمد مهدي، أنا طبعا وضم صوتي لصوتك، الله يديم علينا من نعمة. في نهاية لقائي الجميع معك أستاذ محمد مهدي، لو حالفك الحظ وقابلت جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني أبا الحسين في ظل هذه القيادة الحكيمة، في ظل هذه القيادة الرشيدة، ما هو محور حديث حيكون بينك وبينه؟ محور الحديث، أنا سابقا قابلت جلالة الملك حسين وكنا بمعرض، كنت كاتب له على الشناتي I love Jordan، فقلت له I love Jordan، فشد على ايدي قال لي اشكرك وانبسط كثير من الشناتي اللي انا عاملها. فيعني فرجي انتاجي وشغلي ويشوف كيف اهل بلدنا يعني ما شاء الله سابرين وشغالين ممتاز. ان شاء الله تعالى، ان شاء الله تقابل جلاله الملك عبد الله الثاني. في النهايه استاذ محمد مهدي علبي، انا بتشكرك لاستقبالك الرائع لنا عندك بشركه محمد مهدي علبي وشريكه. أستاذ محمد، أرجو أن تسمح لكاميرا قناة جوسات بالتجول داخل الشركة والمعارض لاستعراض بعض لقطات الفيديو لصناعة الحقائب لديكم. ما في مانع إن شاء الله، ليش لا. شكرا لك. وإلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، منتظرونا بكفاءة جديدة كما عودناكم، ودمتم بأمان الله.